وحدة طب الأسرة بالأبعدية زي ما شفتوا من خلال التقرير حدث فيه تطور كبير جدا، بقى يستعد أو مستعد بالفعل لاستقبال أهالي هذه القرية بأي عدد زي ما حضراتكم شفتوا، عدد كبير من التخصصات في وحدات طب الأسرة زي ما حضراتكم شفتوا من خلال هذا التقرير. القطاع الصحي بشكل عام والمنظومة الصحية في محافظة البحيرة وفي تحديدا في دمنهور شهد تطوير خلال الفترة اللي فاتت. خلينا نتكلم طبعا مع أحد أبناء هذه القرية أيضا، وهو دكتور محمد أحمد الأوريني، وهو دكتور صيدلي. منورنا، صباح الخير عليك يا دكتور. أهلا وسهلا، صباح الخير يا فندم. يا أهلا بحضرتك. صباح الخير، شكرا. في البداية دكتور عايزين نتكلم عن زيارة الرئيس، قبل ما نتكلم في التخصص في القطاع الصحي والقطاع الطبي، نتكلم عن زيارة الرئيس لقرية الأبعدية، بتمثل لحضراتكم إيه؟ والله بصراحة يا زيارة الرئيس طبعا تعد تشريف كبير جدا لينا، ويعتبر يوم تاريخي ان سياده الرئيس ينزل هنا عندنا القريه. واللي نقدر نقوله ان قريه الابعديه قريه محظوظه جدا، وحصلت باهتمام رئاسي يعني كان ما حصلش قبل كده، فبصراحه ده تشريف كبير جدا. ويعني اللي حصل من سياده الرئيس ان هو جه هنا حاجه في قمه الروعه، وانا بقول له فعلا ان يا سياده الرئيس الرائعون هم القادرون على احداث الدهشه في زمن الرتابه والملل، وانتم اهل للروعه، فلا تلومونا إذا حجزنا لكم مقعدا بقلوبنا، فقد يطيب لكم المقام كما طابت لنا محبتكم. فبصراحة يعني فخر ووسام لقرية الأبعدية، واللي بيحصل فيها وزارة الرئيس دي حاجة تتمناها كل مدن ومحافظات مصر. يعني الله يا دكتور الله. طيب خلينا نتكلم عن التغيير اللي حصل والوحدة والشكل المختلف اللي احنا شايفينه، تقدر تقول لنا الاول كان الشكل ازاي وبعدين دلوقتي الشكل بقى ازاي؟ هو بدايه حابب اقول لحضراتكم ان قريه الابعديه بكل المشروعات والحاجات اللي اتعملت فيها ديت، يعني في محافظات كبيره في مصر تتمنى يتعمل فيها ربع اللي اتعمل ده. وزي ما قلت قبل كده ان هي فعلا قريه محظوظه جدا، لانها نالت كل الخدمات من تاسيس وكل الاشياء الموجوده فيها ديت، لا حاجات تفوق الخيال. يعني القريه اذا قريه الابعديه المفروض تطلع عليها بعد كده مدينه الابعديه. وبعدين يعني خلتنا دلوقتي احنا كنا عايزين مثلا نسافر القاهره عشان خاطر العيشه هناك احسن والخدمات وي وي، لا دلوقتي انت مش محتاج ان انت تسافر، بالمشروعات اللي بتتعمل في كرة مصر وفي قريه زي قريه الابعديه هتخليك، لا انت مش محتاج ان انت تسافر، انت كل خدماتك وبتاخد خدمات احسن من اللي موجوده في العاصمه نفسها. يعني مثلا الاول كان عندنا عباره عن وحده صحيه، حاجه بسيطه خالص، خدمه بسيطه والناس بتعاني، والشغل مثلا لحد الساعه 2 الظهر، بعد كده هي بالليل وانت نايم هيجي لك خلاص هتقفل بعد كده، بس لحد الساعه 2 مثلا، بعد كده هيجي لك بالليل في عز ما انت نايم وفي عز البرده والشتاء، واحد بيخبط عليك تعالى افتح الصيدليه تعبان عايز حقنه عايز، فكانت طبعا بتبقى مشقه علينا، بس كان لازم نلبي نيد الناس لان ده واجب علينا، لان اهل قريتنا. دلوقتي اصبح في صرح طبي متكامل في كل التخصصات، في أشعة، في تحاليل، في صرف أدوية، لا طب الأخص كمان أصبحت منظومة تأمين صحي شامل. يعني كل أسرة هيبقى لها ملف موجود بتاريخها المرضي، بتاخد إيه ما بتاخدش إيه، مريض ضغط، مريض سكر، الكلام ده. يعني هي تعتبر صورة مصغرة لنظام التأمين الصحي الشامل اللي هو موجود في بورسعيد مثلا. فبصراحة احنا لينا الفخر ولينا الشرف إن قرية الأبعدية هتكون النواة اللي هيجي فيه بعد كده متدربين من مستشفيات تانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في باقي الايه في باقي المحافظة. طيب حضرتك على المستوى الشخصي استفدت ايه بقى من اللي حصل في القرية؟ يعني كانت ايه مثلا العقبة اللي ممكن تواجهك وانت بتستخرج ورق رسمي وانت بتخلص ورق حاجة، كانت ايه العقبات اللي بتقابلك ودلوقتي الوضع بقى عامل ازاي؟ هو دلوقتي اول عقبة كانت بتقابلني مثلا اي تخليص المركز التكنولوجي اللي اتعمل او مركز خدمة المواطنين، فانا في الاول عشان اعمل بطاقه ممكن اروح انزل دمنهور واركب مواصلات واعطل نفسي يوم واثنين، لا النهارده ما فيش شغل، السيستم واقع، طب تعالى بكره ممكن اتن عشان اطلع بطاقه اقعد فيها اسبوعين. دلوقتي لا، انا ممكن ادخل اعمل بطاقه واطلع في 5 دقائق، الشغلانه بتخلص في 5 دقائق. طب احنا بالنسبه لنا كاهل القريه، اما بالنسبه بقى للتوابع بتاعه القريه، لا دول كانوا بيتبهدلوا اكتر مننا، ولازم يروحوا وييجوا يركب الاول من يركب مواصلات عشان يجي البلد، وبعد كده يركب من البلد عشان ينزل دمنهور اللي هي المدينه، وطوابير وممكن المصلحه ما تخلصش، ممكن فعلا تقعد اسبوع وتقعد اثنين. لا دلوقتي بالنسبه للمركز التكنولوجي او خدمه المواطنين اصبحت العمليه بسيطه جدا، 5 دقائق ممكن نخلص القصه كلها. ده بالنسبه للمركز التكنولوجي، لا اصبح عندنا دلوقتي 2 مركز شباب مش مركز واحد، في حين ان في بلاد ثانيه كبيره ممكن يعني لو ما فيهاش مركز شباب هيكون فيها واحد، لا عندنا 2 ملعب كوره،
كل الحاجات ديت يعني حاجه كويسه لتربيه الناشئه عندنا، ان لو مكان يشتغلوا فيه ويطلعوا ويفرغوا طاقتهم فيه. بالنسبه كتطوير المدارس، لا حصل تطوير جذري للمدارس، وطبعا ده واضح يعني قدامنا. فبصراحه يعني زي ما قلت قبل كده، البلد حظت باهتمام عالي، ومحافظات كبيره ومدن كبيره تتمنى ربع او جزء اللي بيتعمل في قريه الابعاديه. طب خلينا ناخد من كلام شاذلي ونعيد طرح سؤاله تاني. استفدت بشكل شخصي من ايه؟ بقيت بتروح تلعب كوره مثلا في مركز الشباب، حد من المحيطين بيك من اقاربك الصغيرين ابتدى يمارس الرياضه بشكل منتظم؟ اخبار البنات والرياضه ومركز الشباب ايه؟ والله احنا كان بقالنا فتره كبيره كنا يعني ايه مكنسلين الرياضه. اشتغلنا بقى وقعدنا نجري وبتاع، وبعد كده مفيش شغل يعني فكسل. لا دلوقتي ممكن الواحد لو خطف له ساعه في الاسبوع يعني بقت حاجه كويسه، ممكن تنزل تلعب ماتش كوره ساعه. لو ما لعبتش ماتش كوره ممكن تنزل تجري في التراك بتاع الملعب شويه. لا في مكان حلو ونظيف تقعدوا فيه. موجود مركز الشباب هنا، في هناك عباره عن جنينه وترابيزات وشغل كويس، وفي برضو بعض الالعاب للاطفال. مكان للاسره تقعد وتتجمع. في مكان اسري ممكن نقعد فيه ونقابل فيه حد. ومناسب يعني للالتقاء. احنا كنا بنتمنى ان يكون في مكان نقعد فيه نتقابل فيه نسمع ماتشات، بدل ما معظم الشباب مثلا قاعد على القهاوي. لا ما في مكان في مركز الشباب، وفي مكان امن وانظف فممكن نقعد فيه يعني. صحيح. طيب باقي الخدمات المقدمه لاهالي قريه الابعاديه ايه تاني غير المركز التكنولوجي؟ واحنا اتكلمنا عن مركز الشباب والمدرسه، التطوير اللي حصل في المدرسه ايه كمان؟ في مثلا مبنى الاحلال وتجديد المبنى بتاع الجمعيه الزراعيه. طبعا ده كان مبنى قديم جدا وكان متكسر وكان الشكل العام مش حلو خالص، لا اصبح دلوقتي مكان وواجهه، بقى فيه وحده طب بيطري لخدمه الفلاحين. طيب كان في تاني اللي اتعمل وحده اطفاء، وفي مركز اسعاف، يعني كمان بقى في مجمع طبي بكل خدماته. لا وفي مركز اسعاف، يعني مثلا في حد تعبان فعلى الاقل عشان يوصل دمنهور او نتصل والاسعاف تيجي فعلى الاقل فيها ساعه. طب ده خلاص يكون مات. لا دلوقتي معلش مركز الاسعاف بينه وبينه دقيقه، يعني دقيقه واحده لو اتصلت، لو ما اتصلتش لو انا طلعت من بيتي جريت رحت الاسعاف اقول لهم ان في حاله في البيت هيجي ياخد. بقى في طريق متسفلة الاسعاف تمشي عليه بسهوله، بقى في دلوقتي بقى في شوارع بقى واسعه عربيات المطافي تقدر تدخل، وربنا يبعد طبعا كل شر، بس انا بتكلم انه بقى في مكان الناس تقدر تتحرك فيه وتقدر تقدم بيه الخدمه. دلوقتي بقى الشوارع منظمه اكتر من الاول، في اسفلت طبعا موجود. طبعا احنا كنا قبل كده كنا ممكن نعاني في الشتاء بسبب الاسفلت ده. لا دلوقتي بقت الدنيا بقت احسن والحمد لله يعني. بس وبرضه يعني بستغل الفرصه يعني ان يا ريت نحافظ على اللي اتعمل، لان اللي اتعمل ده اكيد مش هتعمل كل يوم، واكيد مش كل يوم هيجي لنا سياده الرئيس. صح، ودي حاجتكم وبتخدمكم انتوا. دي حاجاتنا لازم نحافظ عليها. وبرضو المفروض من المسؤولين هنا ان هم يعني معلش يعني يضربوا بايد من حديد بقوه القانون على اي مخالف او اي مخرب او اي حد يعمل. بمساعدتكم برضو يا دكتور. بمساعدتنا بمساعدتنا اي حد يعمل مخالفه او يحاول يبوظ حاجه، معلش الحاجه دي مش زي ما قلت مش هتتعمل كل يوم يعني. فاحنا المفروض نحمد ربنا، لان فعلا بجد البلد محظوظه يعني غير القرى اللي حواليها كلها يعني. طيب وانت بتتكلم بقى عن القرى اللي حواليها دلوقتي، عايزين نعرف اهل القرى اللي حواليها بيبصوا لكم ازاي؟ والله بصراحه يعني لو ليك حد مثلا هم لو حسدونا انا مش هلومهم بامانه يعني. هم لو حسدونا على اللي احنا فيه دلوقتي انا ما اقدرش الومهم، لانه زي ما قلت لك هو لو عندهم ربع الشغل ده انا هحسدهم بصراحه. يعني هم دلوقتي بالنسبه لهم هم مش جايين قريه الابعاديه، هم جايين مدينه الابعاديه. يعني يمكن في كل القصه دي كلها وفي الافتتاح الرئاسي من اول التجهيزات لحد دلوقتي كان كله بيقول، ما حدش ذكر مركز دمنهور اللي هي القريه تابعه ليه، كله بيقول محافظه البحيره قريه الابعاديه. قريه الابعاديه محافظه البحيره. حسيت ان انتوا مركز بقى. فحسينا ان احنا بقينا مركز. فبصراحه يعني عندهم حق كل اللي حوالينا ان هم يحسدونا على اللي احنا فيه دلوقتي يعني. ما شاء الله. طيب دايما لما بيبقى فيه زيارات لاي مسؤول دايما الناس بتبقى مجهزه لست الطلبات كده او قائمه طلبات، بتبقى مستنيه عايزين وعايزين وعايزين وعايزين. احنا من ساعه ما جينا كل اللي بنسمعه عايزين نقول شكرا، عايزين نبقى ممتنين، عايزين. ايه اللي انت متخيل يبقى رئيسكم تاني علشان يبقى خلاص مفيش بعد كده؟ هو احنا لو طلبنا حاجه تانيه بعد اللي اتعمل في البلد نبقى طماعين، لان يعني معلش في بلاد تانيه المفروض يتعمل فيها يعني اي شغل، يعني في بلاد تانيه محتاجه اكتر مننا، فاحنا بصراحه دلوقتي احنا مش محتاجين اي حاجه. خلينا نعد مع بعض ايه اللي اتعمل. عندنا صرف صحي، عندنا طبطين ترع، عندنا طبطين الترع، مركز تكنولوجي مركز خدمه مواطنين، مستشفى قطاع طبي، مش يعني قطاع طبي كامل،
جمعيه زراعيه، وحده بيطريه، وحده اطفاء، وحده اسعاف، مركز شباب، واثنين ملعب كره، ملعب كره. كل الحاجات دي اتجهزت، بالاضافه طبعا لشبكه الطرق اللي اترصفت والشوارع اللي اتنظمت واتخططت تاني، يعني بسم الله ما شاء الله حاجه تفرح يعني. ما شاء الله ما شاء الله. طب انا في حاجه كمان يعني لفتت انتباهي، ان المشروع تحديدا بتاع وحده طب الاسره اللي موجود هنا يعتبر اول مشروع طب يخلص من مبادره حياه كريمه. متخيلين مدى الاهتمام اللي خدته هذه القريه؟ احنا قلنا ان احنا حظينا باهتمام رئاسي عالي، اهتمام ما حصلش قبل كده، ويعني ده وسام على صدرنا وتاج على راسنا، وده طبعا يعني السيد رئيس الجمهوريه يعني ليه كل التكريم ولينا كل الشرف وليه كل الشكر بصراحه. مش عارف يعني لو قعدنا نشكره على اللي اتعمل في البلد مش هنقدر نوفيه حقه. بس يعني حضرتك قلت برضو حاجه مهمه، هو اهم حاجه ان احنا نحافظ على اللي اتعمل، نحافظ على اللي اتبنى، لان الحاجات دي بتاعتنا، بتاعت ولادنا، بتاعت الاجيال اللي جايه كمان، عشان هم كمان يطلعوا يلاقوا يعني يحسوا ان اهاليهم عملوا حاجه، يحسوا. يا ريت نقدر نحافظ عليها. ده المطلوب، وزي ما حضرتك قلت المسؤولين الموجودين، المسؤولين المفروض يضربوا بايد من حديد بقوه جداً. القانون ما يكونش فيه خواطر لا تأكيد طبعا يا دكتور. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد احمد القريني من سكان قريه الابعاد، شكرا جزيلا لحضرتك. الف شكر لحضرتك يا فندم.